كيعجبني بزاف ملي نشوف البنات ديال الدوار كاملين تيقراو. سميتي فرح، كنتي عمي، تنقرا في المستوى الخامس، عندي 10 سنين وتنعيش في دوار أم تزكس. تنقرا في المدرسة اللي كاينة في الدوار ديالنا، تلقى مع صحاباتي تما حتى هما جايين المدرسة، ديما تنجلس في الطاولة الأولى اللي حدا الأستاذ، تنبغي ديما أنني نكون حدا أستاذ. شحال هادي كنا تنقرا في هذوك الأقسام أربعة، كانوا قدام هذوك الأقسام صفوني. تخليني نفكر بزاف في الأسئلة. كنت ندخل أول مرة ملي صوبوا هاد الأقسام جداد، قلت في راسي بلي نلقى هاد الأقسام جداد سخون أكثر من هادو، ولا ندخل هادا نلقاه بارد وزوين، وتخليني نفكر أكثر. وهادا نص خضر، نص برتقالي، نص وردي، كلشي تبدل. لاباج مي تيجبوني الأدوات، المحفظة والمقلامة والسيلوات، تيساعدونا باش نقراو. تنحس بلي أنا غادي ننجح مزيان وغنكمل قرايتي. المادة اللي كتعجبني الرياضيات، خصوصا المسائل عزيزة عليا، تلقى ليهم الحلول دغيا. ملي تعطينا شي مسألة تنجاوب عليها مزيان، تيقول لي أستاذ مزيان، تنحس بالإفتخار بزاف. دابا فمسلك معروف عندنا بلي البنات متيمشيوش متيكملوش قريتهم، تيقراو هنايا حتى للسادس ويجلسو. وكن دابا مؤخرا جا ترونسبور، الأدوات، كلشي باش يعاونوهم أنهم يقراو. متحمسة بزاف باش حيت البنات ديال الدوار كاملين حتى وحدة مجالسة في الدار، كاملين تيمشيو تيقراو. متحمسة أنني حتى أنا نمشي نقرا. الحلم ديالي أنني نولي أستاذة باش نقرا وليدات صغار، وأنني نعلم ليهم أنهم حتى هما يجتهدوا ويحققوا الأحلام ديالهم وأنهم يكملوا قرايتهم.